السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. مرحبا بكم جميعا. لايف اليوم راح نحل مع بعض نموذج رائع في اللغة الفرنسية. الآن قولوا لي، هل الصورة واضحة وهل الصوت واضح؟ هل هما واضحان؟ نعم، كل شيء واضح. الآن راح نضيف لكم أنا رابط الملف، نضيفه لكم. نضيفه لكم دقيقة فقط، سامحوني. ثم في هذا الأثناء شاركوا البث في مجموعات الفيسبوك لكم مشتركين فيها لتعم الفائدة من فضلكم. أهلا، نقرأ في التعليقات تاعكم. أهلا رياض، أهلا شاكر. في هذا الأثناء نضيف إيمان. نعم، نضيف لكم الرابط، يعني حطيته في المنتدى، وكنت البارح وريت لكم الطريقة. اللايف اللي فات تاع البارح تلقاو فيديو يشرح طريقة تحميل الملف، راح نديره لكم في فيديو يعني منفرد، نحطه لكم في المجموعة، نحطه لكم في القناة عفوا. إذا نحطه الرابط، أهلا سارة، أهلا مريم، مرحبا، وعليكم السلام دودو أنايس. نعم، البث على الساعة السادسة. ميمي ديري 360، 360. ديري لا كاليتي، معناتها الجودة، جودة الفيديو، ديريه 360، تولي واضحة عندك الصورة. نعم، سأبدأ دقيقة، نحط فقط الرابط. أهلا وائل، أهلا مريم، مساء النور. ندير لكم فقط الرابط دقيقة. خلاص، أنا ضفت أنا الرابط. دوك نبداو دقيقة. يلا، كيفاش نتعلمو نكتبو تعبير؟ لا تعرفي تكتبي جملة مفيدة، تعرفي تكتبي تعبير، لازم لك الأفكار فقط، والأفكار تجيبوها من النصوص اللي راكو تقراو فيها في كل مقطع، سواء كان في اللغة العربية أو اللغة الفرنسية. هو المشكل ماشي في الجمل، المشكل في الافكار منين تجيبوها. وانا كنت قلت لكم انه النصوص اللي كنت تقراو فيها في كل اسبوع عندكم نص جديد، وفي بعض الاحيان عندكم زوج نصوص تقراوهم في نفس الموضوع. هذوك الافكار، لاحظوا حتى في اللغه الفرنسيه النص الاول راهو على غسل اليدين ثم على النظافه، هذوما منا تجيبوا الافكار، جمله منا جمله منا. اصلا هما يطلبوا 5 جمل، يعني المفروض سنه اولى متوسط يعرفوا يكتبوا، على الاقل على الأقل يعرفوا يكتبوا جملة مفيدة. هذه الجملة المفيدة الأفكار تاعها نجيبوها من النصوص اللي رانا ندرسوا فيها كل أسبوع، مفهوم؟
بهذه الطريقة اللي تكتبوا المواضيع. يلا خلاص، أنا شاركت، أنا شاركت البث. نبدأ على بركة الله. يلا، بين قوسين، أنا لست أستاذة لغة فرنسية، أنا هنا لأراجع معكم الدروس. فيديوهات تعليمكم لا تغني عن دروس اللي راكم تاخدوا فيها في القسم، معناها تجوا تراجعوا هنا. أنا مانيش نقدم الدرس بطريقة بيداغوجية كما طرحتها الوزارة، ولا أنا هنا نراجع معكم فقط، مفهوم؟ الدروس تاع تعليمكم لا تغني عن دروس المدرسة ولا تاخذوا فيها في القسم. هنا أنا نراجع مع بعض، لهذا أنا اللغة الفرنسية راح نستعمل معها اللغة العربية، خاصة النصوص نترجمها للغة العربية. اللي ما يحبش يتعلم اللغة الفرنسية على طريقتي، كاين قنوات يستعملوا اللغة الفرنسية 100%، يروحوا يشتركوا في القنوات اللي تقدم اللغة الفرنسية باللغة الفرنسية، مفهوم؟ أنا هنا طريقتي هذه، نقدم اللغة الفرنسية مع الشرح باللغة العربية، هذه هي طريقتي أنا تعليمكم. وأنا مانيش نقدم في الدرس، أنا راني نعاون فيكم النماذج هذه اللي نعطيها لابني، اللي نعطيها لكم ليكم، وكيما نحلها مع ابني راني نحلها معكم أنتوما. هذه هي، مفهوم؟ هذه بين قوسين، حتى يعني كيبداو يبعثوا لي في التعليقات وكأنهم مفتشي تاع الوزارة وجاو يفتشوا لي أنا، يعني أنا نوضح الأمر. فيديوهات تعليمكم لا تغني عن الدروس اللي تاخدوها في القسم، هنا أنا نراجعوا مع بعض وكأنني أناني أمكم، أني وليت أمركم وأني نراجع مع وأنتم أولادي وأني نراجع معكم. هذه هي، مفهوم؟ هذه هي طريقتي. يلا نجيبوا أقلام تعليمكم، يسموهم بعض التلاميذ سموه أقلام تعليمكم، هادو من الأقلام اللي نحبهم بزاف أنا. يلا نبدأ على بركة الله، نقرأ النص. بسم الله. Pourquoi se laver les mains? لماذا تغسل يديك؟ لماذا نغسل يدينا؟ Chaque année, des millions d'enfants, des milliers, pardon, chaque année, des milliers d'enfants tombent malades. كل سنة الآلاف من الأطفال يمرضون. Ils perdent ainsi des journées d'école. يخسرون أيام دراسية، يعني معناتها يتغيبوا، كيمرضوا ما يروحوش للمسيد يقراو، دونك يتغيبوا عن المدرسة يخسرون أيام دراسية. Ce nombre de malades pourrait-il être réduit si les enfants se lavaient les mains régulièrement؟ معناها هذا العدد من المرضى، de malades، هذا العدد من المرضى، هل يمكن أن ينقص إذا كان الأطفال يغسلون الأيادي بانتظام؟ Des études récentes ont démontré que se laver les mains est la meilleure façon d'éviter des maladies. معناتها أبحاث حديثة أظهرت، ديمونتري، أظهرت أن غسل اليدين هو الطريقة المثلى من أجل تفادي الأمراض. Le lavage des mains contribue à la préservation de l'organisme des germes. معناتها غسل اليدين يساهم في المحافظة على الجسم من الجراثيم. هاد الجراثيم، حد نكملوا الجملة لهنايا، responsable de toutes les maladies، المسؤولة على كل الأمراض. المسؤولة عن كل الأمراض. En effet، حقيقة ولا فعلا، les mains accumulent de méchants germes appelés bactéries. فعلا تتراكم الجراثيم المضرة على الأيادي، وهذا الجراثيم المضرة تدعى بالبكتيريا أو البكتيريا. Ce sont des microbes qui se transmettent d'une personne à une autre quand nous nous touchons. هاد الميكروبات هي هاد البكتيريا هادو، ce sont des microbes، معناتها هي عبارة عن ميكروبات، تنتقل، se transmettre، تنتقل من شخص، d'une personne، من شخص إلى شخص، عندما تتلامس هذه الأشخاص. Quand nous nous touchons، عندما نتلامس. Il est donc essentiel de se laver régulièrement les mains. إذن
il est donc essentiel. إذن من المهم جدا، من المهم ولا من الضروري غسل اليدين بانتظام. Avant de manger, قبل الأكل. Après être allé aux toilettes, بعد الذهاب إلى المرحاض. En rentrant de l'école, بعد العودة من المدرسة. Après avoir joué dehors, بعد اللعب خارجا. Et avant d'aller au lit, وقبل الذهاب إلى النوم. نعود نقرأ النص بدون ترجمة. Pourquoi se laver les mains? Chaque année, des milliers d'enfants tombent malades. Ils perdent ainsi des journées d'école. Ce nombre de malades pourrait-il être réduit si les enfants se lavaient les mains régulièrement? Des études récentes ont démontré que se laver les mains est la meilleure façon d'éviter des maladies. Le lavage des mains contribue à la préservation de l'organisme des germes, responsables de toutes les maladies. En effet, les mains accumulent de méchants germes appelés bactéries. Ce sont des microbes qui se transmettent d'une personne à une autre quand nous nous touchons. Il est donc essentiel de se laver régulièrement les mains avant de manger, après être allé aux toilettes, en rentrant de l'école, après avoir joué dehors et avant d'aller au lit. يلا نروح الآن إلى الأسئلة ورابط النموذج في صندوق الوصف، وكنت حطيت لكم الطريقة، طريقة تحميل ملفات تعليمكم في اللايف السابق. Compréhension، الفهم، أسئلة الفهم. Choisis la bonne réponse. Ce texte sert à petit a, informer, petit b, raconter, petit c, expliquer. يلا أعطوني الإجابات. يلا expliquer. صحيح. Il sert à expliquer. شوفوا. Un texte lui fait une question. On a une réponse à la question. On a le sujet est traité en profondeur. معناها انه الموضوع درس بعمق واعطاني des réponses لماذا وكيف. C'est des réponses au comment et pourquoi. هذا نسموه un texte explicatif. عندنا trois genres de textes. هذو لازم يعني لازم تشفوا عليهم لانه كل وحده راح تبدا يعطوكم فيها trois textes. شوفوا par exemple هنايا في الكتاب المدرسي كل وحده يعطوكم فيه تكست نيميرو 1 تكست نيميرو 2 و تكست نيميرو 3. شاك تكست نوع يعني نوع مختلف عن النوع الثاني. عندنا 3 جونغ. عندنا ان تكست اللي فيه لو تكست اكسبليكاتيف هو لو تكست كي تريت لو سوجي اون بروفوندور. معناها انه يعطي لك لماذا لازم نغسل اليدين لي يعني وكيف نغسل اليدين. هادو اللي يعطي لك الإجابة على لماذا وعلى كيف. سي ان تكست اكسبليكاتيف. باغ كونتخ لانفورماتيف ان تكست انفورماتيف هذا سي ان تكست يعطي لك المعلومة بلا ما يعطي لك علاش. مثلا يهضر لك يقول لك لا تورتو الي سي ان انيمال يعطي لك هكا بعض المعلومات بصح ما يعطي لكش السبب ما يعطي لكش لماذا مفهوم الطريقة ما يعطيك والو يعطيك فقط المعلومات. وغاكونتي نقولوا له ان تكست ناراتيف يسير ا راكونتي يعني كان حدث وقع حدث ونحكي انا هذاك الحدث. دونك لهنايا سي اكسبليكي سي ان تكست اكسبليكاتيف. اتريبي ا شاك بارتي لو تيتر كي لوي كونفيان. عندنا النص كما في اللغة العربية عندنا المقدمة والعرض والخاتمة. حتى في اللغة الفرنسية عندنا 3 بارتي لا بروميير بارتي لا دوزيام بارتي اي لا تروازيام بارتي. عندنا اكسبليكاسيون كونكلوزيون كيستيونمون. شوفوا كيفاش بدات النص تاعنا. شوفوا لا بروميير بارتي هنايا هادي شوفوا باش انتهت بعلامة استفهام. دونك لهنايا سي لا بارتي دو كيستيونمون.
Donc, la première partie, on a questionnement. Questionnement. Normalement, derrière. Allez, chialla. Normalement, c'est pareil. N, questionnement. La deuxième partie, donc, qui nous posait une question, les amis expliquaient, avec la question indique, la réponse de Halma, l'explication. Donc, on dit explication, la deuxième partie. La dernière partie, la conclusion. Manta al-Khatima. Conclusion. Troisièmement, complète. Où je nous vois le titre, où je nous vois la source. Donc, nous avons le texte Tana. Le titre wa pourquoi se laver les mains. Là, bla ma nكتبها كامل باش ما نطولوش في اللايف تاعنا. Le titre, Rayhan dirouh bhad allon. Hada huwa le titre. Pourquoi se laver les mains. Hada c'est le titre. La source, شنو هو معناتها منين جبنا هاد النص منين جبناه d'après Santé Magazine texte adapté بتصرف texte adapté معناتها بتصرف معناتها ما جابوش à la lettre ما جابوش حرفيا هذا c'est la source donc هذه la source وهذا le titre. D'accord. Yalla, nrouhou la question suivante. Quatrièmement, réponds par vrai ou faux. Vrai, n'ktib V ou faux, n'ktib F. Mais tout ma fl. Voilà, katal imtihad la la. Ktibouha, qui va t'albou menkom? T'albou menkom, t'ktibou vrai, ktibou vrai. Yalla. Andena, les enfants tombent malades car ils se lavent les mains tous les jours. Bien sûr que c'est faux. Les enfants tombent malades car ils ne se lavent pas les mains tous les jours. D'accord? Les bactéries sont responsables des maladies. Vrai. Vrai. Madadna, les mains sales provoquent des maladies. Vrai. Qui dit main sale dit microbe, d'accord, dit bactérie. Après avoir mangé, il n'est pas nécessaire de se laver les mains. Faux. Faux. Et alors, nous avons cinquièmement. Pourquoi le lavage des mains est-il important? Nous avons le texte à un chauffe. Et alors, attendez, il y a un texte à voir quoi? نعطيكم النص اللي هنايا لو بروميي اللي يحط الاجابه صحيحه نكتب نقرا اسمه مع الاجابه يلا pourquoi le lavage des mains est-il important يلا عطوني pour éviter حذر من الأخطاء الإملائية سلسبيل سلسبيل pour éviter des maladies pour éviter de tomber malade انت كتبتي pour éviter des malades مفهوم des malades malade بيقول مريض المرض المرض نقوله maladie d'accord on y نقرأ بشوية pour ne pas tomber malade oui هذه هاجر بن عرب بن عرب oui صحيح pour éviter les microbes ام ايمن صحيح هي من المستحسن نجيبو الجمله من النص pour éviter les maladies graves ام ابراهيم oui نروحو للنص pour éviter les microbes سامي دراغون بول
يلا شوفوا نروحوا للنص. شوفوا قالوا لنا le lavage des mains contribue à la préservation de l'organisme des germes responsables de toutes les maladies. نقدر نجيبها من النص ونقول le lavage, il est important de se laver les mains pour préserver l'organisme des germes. ونقدر نكتب كيما قلت انتم، يعني هي مرادف لكن انا من المستحسن نجيبوها من النص، مفهوم؟ يلا نروح الى السؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده trouve trouve le radical des mots soulignés dans le texte. نجيبو ورقة ونكتبو الكلمة ونحوسو على le radical. وش معناتها un radical؟ وش معنى radical؟ اكتبوا لي إجابة وش معناتها un radical. دونك عندنا le lavage الكلمة الأولى lavage، الكلمة الثانية تبعها قدامها هنايا préservation، la préservation. الأصل، نعم كذلك. لا لا ماشي الضد، ماشي الضد. دوك نفهمكم واش معناتها لو راديكال. لو راديكال لو كان نترجموه الى اللغه العربيه معناتها الجذر، معناتها الجذر هذا سي لا بارتي كي نو شونج با في الكلمه تاعي، لا بارتي ستابل، لا بارتي الجزء الثابت. داكور، الجزء الثابت في الجمله، في الكلمه ديالي، في ماشي في الجمله، في الكلمه تاعي. معناها هذا الجزء الثابت هذا لو راديكال. انتم قريتوا ان شون، قريتوا لا فامي دي مو، قريتوها، قريتوا لا فامي دي مو. لا فامي دي مو هما اللي عندهم لو ميم راديكال. باغ اكزومبل كيكونوا مجموعه من الاشخاص ينتمون الى نفس العائله راح يكون عندهم نفس الاسم. مثلا انايا حداد، العائله تاعي واسمهم حداد، ابي واسمه حداد، خاوتي واسمهم حداد، اخواتي واسمهم حداد، ولاد خاوتي واسمهم حداد. الجزء الثابت حنا لو راديكال تاعنا هو حداد. نفس الشيء لا فامي ديمو عندهم لو راديكال نفسه، يعني حنشرح لكم درس بدرس يعني باش تفهموا. سي اون بارتي فيكس، اون بارتي ثابته ما تتبدلش، اللي يتبدل فيها هو لو سوفيكس ولا لو بريفيكس. شوفوا هنا باغ اكزومبل نبداو بلافاج. لو كان نقول لكم اعطوني الفعل ديالو لافاج، وكان نقول لك اعطيني الفعل تاعو، هو الفعل تاعو هو لافي. وشنو هو، وشنو هي الحروف اللي بقات هي هي ما تبدلتش؟ الحروف اللي بقات هي هي، سامحوني اني نقيس في الهاتف او يزغد. الحروف اللي بقات وما تبدلتش حتى لهنايا ال افي، ال افي، ومن بعد هنا جا اج وهنا جا او ار. هذا اللي ما تغيرش بقى فيكس بقى ثابت، هذا هو لو راديكال، هذا هو لو راديكال. بينما هذا اج، هذا جا بعد بعد لو راديكال، جا موراه، نسموه لو سوفيكس، نسموه لو سوفيكس. داكور، نسموها هذه لا سوفيكساسيون، هذا لو سوفيكس. ولو كان عندي منا مجموعة من الحروف اللي يجي منا نسميه لو بريفيكس، لو بريفيكس، مفهوم؟ هاد لابارتي ال افي لاف لاف، هذا سي ان سوفيكس بين لي انو الكلمة تاعي فعل ان فيرب، وهذا اج بين لي انو الكلمة تاعي سي ان نون، نون داكسيون، c'est un nom, اسم، مفهوم؟ هذا واش معناتها ان راديكال. لو راديكال سي لا بارتي فيكس في الكلمه اللي ما تتبدلش، اشاك فوا كي نزيد لها ان سوفيكس راح تمد لي كلمه جديده. نروحوا الان الى بريزرفاسيون. كنقول لكم اعطوني الفعل ديالها، يلا اعطوني الفعل تاعها، لو بروميير يعطيني الفعل تاعها نقرا له اسمه. يلا يلا بريزرفاسيون لو فيرب ديالها وشنو هو؟
عطوني الفعل، عطوني الفعل، ما تمدوليش لو راديكال. مازال الفعل بريزيرفي. الوغ حياة، حياة بريئة. وفتحت كور، فتحت كور، راك ما شاء الله عليك. يلا حياة بريئة وفتحت كور، هادوما الاولانيين عطوني الفعل. دونك لهنايا الفعل سي بريزيرفاسيون. باردون، بريزيرفي، الفعل تاع بريزيرفاسيون هو بريزيرفي. داكور، دونك وشنو هي لا بارتي اللي بقات هي هي ما تبدلتش؟ لا بارتي اللي بقات هي هي حتى لهنا، حتى الفي، الحروف اللي كيف كيف، لا بارتي فيكس الثابته، الجزء الثابت اللي ما تغيرش حتى الفي. مفهوم؟ نتوما اللي عطاو لكم ان نو، حاولوا كيفاش ترجعوه فعل باش تعرفوا وين تحب، وين تحبسوا، لانه في بعض الاحيان لو سوفيكس ماشي سيون، يقدر يكون اسيون كيما هنا راهو اسيون. داكور، دونك هذا سي لو راديكال، وهاد لا بارتي اللي منا هذا سي لو سوفيكس. يلا نروحوا الان لا كيسيون اللي بعدها، نروحوا للصفحة اللي بعدها. يلا عطوني نوميناليزي، نوميناليز لي فيرب سويفون، معناتها يعطوني فعل ويقولوا لي حوليه الى اسم. كنقول لكم باللغة العربية جرى، الاسم تاعو الجري، كتب الكتابة، حتى في اللغة العربية موجودة هذه. يلا عندي نيتوايي، نيتوايي، استنى وشوف اول وش ما معنى سوفيكس. امين مجيد، سوفيكس هي مجموعه من الحروف نزيدها لو راديكال يعطيني كلمه جديده، كيما اسيون سوفيكس، سيون اوفيكس، اج سوفيكس. داكور، مريم طبيب قالت لي لو نيتواياج صحيح، نعيمه لا لا لو نيتواياج صحيح، وسونيا سايل نيتواياج. سميحه، سميحه فيريفي الكتيبه تاعك كي درتي اخطاء فيها، ما نديروش الاي، الايغراك اصلا هو فيه زوج اي. داكور، دونك لو نيتواياج صحيح. لو نيتواياج هذا اج هو لو سوفيكس اللي سقساتني، اللي سقساني واش معناتها سوفيكس. نروحوا الى ادميري، يلا ادميري، ادميري، اوبس، عندنا زول اوران، ادميراج نو ديزولي، ريتا ميرال ادميراسيون صحيح، فارماسي زيغا. دونك ادميراسيون، لادميراسيون. شارجي، يلا شارجي، الاولانيين اللي كتبوا لي الاجابه الصحيحه نقرا اساميهم لان ما نقدرش نقرا توت لي ريبونس. الوغ عندنا دودو انايس لو شيرش، لا 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 نو، عاودي كتبي. عندي ميسم يوسف شارجمون صحيح، شارجمون، نزيد نشوف سونيا سايل شارجمون، وعندي زول او لا لا شوف زول اورون تاع برونونسياسيون تاعها صحيحه مي اخطا في الكتابه. دونك شارجمون ما عنديش سوفيكس بالاو ان في الاخر، داكور، دونك عندي شارجمون. شارجمون، ومن بعد عندنا لهنايا ريبون او كيسيون ان امبلويان لا فورم نيجاتيف. حذاري هنايا، حذاري، عندي لا فورم نيجاتيف، معناها حني يمدوا لي اسئله ولا فخاز اللي حنحطها انا الان، نحط اون فخاز ديكلاراتيف على فورم نيجاتيف، نو با نو بلو نو ريان نو بيرسون نو جامي، واش نحط على حسب السؤال نخير لا فورمول تاع لا نيغاسيون اللي نحطها. داكور، نبداو لا بروميير كيسيون. يلا لا بروميير كيسيون، شكون يجاوب لي عليها؟ افي فو كور
لو سامدي. هنا راني راهم يخاطبوا فينا، حنا رانا جماعة، راهم يخاطبوا فينا، قل راهم يسقسوا فينا، يقولوا لي فو. هنا لا ريبونس ما نستعملش فو، لازم نستعمل نو، لان حنا نجاوبوا. داكور، يلا نقول افي فو كور لو سامدي، قالوا لي لا فورم نيجاتيف. اتونسيون، شوفوا لا فورم نيجاتيف، لازم نقول نو، لازم نقول نو، يلا نو، ولازم نستعمل نو. علاش نستعمل نو؟ خاطش هما راهم يخاطبوا فينا، انا حنا كي نجاوبوا لازم نجاوبوا، كي نجاوبوا حنا الجماعه كي نجاوبوا نقولوا نو، المتكلمين نحن. نو ne pas le cours samedi. والله شوفوا انتم راكم فاهمين المشكل تاعكم، الاخطاء الاملائيه حتى، يعني هنا خطا صرفي نو نافون. داكور، هنا افي فو كور لو سامدي، ما عندي حتى مؤشر يبين لي اني نغير نغير لا نيغاسيون اوردينار ممكن نستعملوها، يعني المتداوله اللي هي نو با، لانه نو با هي اللي تستعمل بكثره. هنا عندي نو، ومن بعد هنا في الوسط ندير لو فيرب، ومن بعد ندير بعدها با، هكذا ندير الجمله المنفيه، لا فراز نيجاتيف، مفهوم؟ هكا نديرها الجملة المنفية. افيفو كور لو سامدي، ما عندي حتى مؤشر، كيما يكون عندي حتى مؤشر ندير نو با نو، وراه لو فيرب ديالي، لو فيرب افوار، لازم تحددوا الفعل، مهم جدا تحددوا الفعل، لو فيرب افوار ها هو. دونك انا حندير لو فيرب افوار كونجوغي مع نو. نو قبل ما ندير لو فيرب واش لازم ندير؟ لازم ندير لا نيغاسيون تاعي اللي هي نو. نو لو فيرب افوار يبدا افيك اون فويل، دونك لازم ما نديرش او، ندير ابوستروف نو، ومن بعد نكونجوغيه نورمال. افون، نو افون، نو نافون، وندير با، وندير با. خيرت نو با لاني ما عندي ولا، جو ني با دانديس لهنا اللي يقول لي لازم نغير نو با. دونك نو نافون، هنا نديرها بالان بالغوش، نو نافون با كور، عادي نكملها كور سامدي. نو نو نافون با كور سامدي. من بعد واش عندنا؟ شوفوا لهنايا لا دوزيام فراز، شوفوا تبعوني فقط لانه كاين بزاف اخطاء ديروها في هذا المجال، ومن فضلكم ركزوا معايا. هنا عندنا فو فو ديسبوتي انكور، شوفوا لهنايا المؤشر، شغل مازالكم تداوسوا، مازالكم تتعاركوا، مازالكم انكور. هادي ندير نغير لها لون، هذا المؤشر مهم جدا. انكور مازالكم، هذا المؤشر معناتها ما نقدرش ندير نو با. داكور، كي يكون عندي هذا المؤشر تاع انكور، هنا لازم نستعمل نو بلو تاع خلاص، ما وليناش نتعاركوا، ما وليناش نتداوسوا. هذه هي لم نعد نتعارك. فو فو ديسبوتي انكور، هذا المؤشر encore يعطيني ne plus. دونك لهنايا راهم يخاطبوا فيا اوتوماتيكمون، كون جو ريبون نقول نو نو، ومن بعد هنا كاينه فو في المتكلم يولي نو نو. وشوفوا عندي هنايا ان فيرب، هاولك لو فيرب ديالي ديسبوتي، تو سا سي لو فيرب. هنا سيت ان فيرب برونومينال، ما تقولوش ما تعرفوش شنو هو لو فيرب برونومينال، قريناه في السنه الخامسه. هذا سيت ان فيرب برونومينال، عنده ان دوزيام برونوم اللي هو فو. هنايا هنا لو فيرب تاعي سو ديسبوتي، ماشي ديسبوتي، سو ديسبوتي. دونك لهنايا نو كي ندير نو، ندير نو وحده اخرى نو، نسيت ما حطيتش لا نيغاسيون تاعي،
ندير هنايا نو، لانه هذا كامل سي لو فيرب. وحنا واش قلنا؟ قلنا نحطه من جهه نو ونحطه من جهه با ولا بلو ولا. دونك نو 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 ديسبوتون بلو. داكور، عندي هاد الانديس، عندي هاد المؤشر اللي هو انكور. باش نقرا او ميم طون نقرا التعليقات. عندي المؤشر انكور يقول لي لازم كي تكتبي الفعل ديالك ديسبوتون نصرفها مع نو، او ان اس، ومن بعد ندير بلو. نو 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 ديسبوتون بلو، لانه هذا هو لو فيرب ديالي. نحط قبل منه نو ونحط بعده بلو على خاطرش عندي انكور. نروحوا للفراز اللي بعدها. تيتو ديجا ابسونتي، شوفوا هذا المؤشر ديجا، هل تغيبت من قبل؟ هذا ديجا معناها انه رايحه نحط جامي. نو هنا تو راهي خاطب في المفرد، اذا الاجابه راح تكون je. non je، ومن بعد نحط ne، ومن بعد نحط le verbe. هنا تاين c'est un verbe pronominal. je ne me suis، le verbe être، هاوليك le verbe ديالي. je ne me suis jamais. عندي déjà نحط jamais. non je ne me suis jamais absenté. نكمل هنا absenté. d'accord. on va نروحو la dernière phrase. veux-tu dire quelque chose à ton ami؟ le verbe veut vouloir. veux-tu dire quelque chose ou راهو لانديس لهنايا quelque chose. Ah, pardon. Maintenant, quelque chose maintenant. Hada faqata. Hada huwa l'indice. Quelque chose. Shay. Le contraire ta shay huwa les shay. Maintenant, rien. Qui t'kun indique quelque chose, ndir rien. Qui t'kun indique quelqu'un, shakhs, ndir personne. Hadi hiya, ou le verbe d'y aller huwa vouloir. Donc, ana kin indama oujibou, j'nqol. Quand je réponds, je dis non. Mr. Sophia, n'jaoub mufrad. Tu. Non, je. Le verbe vouloir, ma je. Lakin, nous mettons la négation. Je ne. On bad. N'sarraf. Le fait d'y aller. Vouloir. Je ne veux. Je ne veux. Rien. On a quelque chose. Tout les rien. Non, je ne veux rien dire à mon ami. Je ne veux rien dire à mon ami. N'ayant comme l'eau, elle joue la tana a dit. Mais fond, la zone tu fous, je suis comme moi, elle chérette. Elle dit encore, ne dirou plus. Elle dit comme déjà, ne dirou jamais. Elle dit comme quelque chose, ne dirou rien. Ne rien. Elle dit comme quelqu'un, ne dirou personne. D'accord? ولا ما عندكم والو، ما عندكمش مؤشرات كما في الجمله الاولى، ديروا العاديه هذيك نو با. اللي ما فهمش يعاود يدير الفيديو ويعاود يشرح. ما نقدرش فيديو انا ندير فيه اكثر من نصف ساعه او 45 دقيقه كما في المدرسه نديروا 45 دقيقه. يلا لا 9ème كيسيون. remplace les mots soulignés par des substituts grammaticaux. واش معناتها لي سوبستيتو غراماتيكو؟ معناتها البدائل، معناها لتفادي التكرار. حنايا في اللغه العربيه نستعملوا الضمائر، ضمائر منفصله، ضمائر متصله. في اللغه الفرنسيه نفس الشيء، عندهم الضمائر ديالهم اللي هما لي سوبستيتو غراماتيكو، هما اللي نبدلوا بهم الكلمات لتفادي التكرار. هنا شوفوا باغ اكزومبل، شوفوا الجمله تاعنا لهنا والنص الفقره تاعنا. Les microbes sont responsables des infections. Les microbes
transmettent les maladies entre les personnes. Donc, هنايا باش انايا نتفادى هذا التكرار تاع لي ميكروب لي ميكروب لي ميكروب، نبدل نغير من ال من نعوض عفوا نعوض الكلمة بالضمير المناسب لها. الآن شوفوا، إذا كان عندي ان سوجي كيما هنا لي ميكروب سون ريسبونسابل، راهو سوجي، اوتوماتيكمون راح نعوضو بلو برونون بيرسونيل سوجي اللي نعرفوهم جو تو ايل ال. داكور، إذا عندي اون بوسيسيون معندها ملكية نعوض ب لو ميان لو تيان. إذا عندي ان سي او دي على حسب الكلمة تاعنا، اون بلوس اللي نخيرها لازم توالم الجملة المستبدلة أو الكلمة المستبدلة معناها. لي ميكروب هذه راهي جمع، لازم الضمير اللي نحطه جمع. لي ميكروب إذا كانت مؤنث لازم تكون نحطه هنا مؤنث. لي ميكروب راهي مذكر ماسكولان، دونك نحط ماسكولان. لي ميكروب ماسكولان بلوريال نحط هنا ماسكولان بلوريال. ولاحظوا أنه هذا سيت ان سوجي، دونك ندير إيل. Ils transmettent les maladies entre les personnes. Bon. Mais bête. On attribue la responsabilité de tous les maux aux microbes. L'homme. L'homme en leur. En leur. Attribue. La responsabilité leur attribue la responsabilité de tous les maux. Pour les combattre, pour combattre les microbes. Hnaya, n'aoudha, quand ma ndish, hna taouid, n'aoud, pour combattre les microbes, pour les combattre, il faut se laver les mains régulièrement. N'aoud, la question numéro 10. Souligne dans les phrases suivantes les verbes qui expriment une vérité générale. Je m'attends une vérité générale. Je m'attends une vérité générale. Je m'attends une vérité générale. Yalla, il y a l'ijaba naqraha. عامة، une vérité générale، حقيقة عامة، حقيقة عامة، نستعملوا فيها le présent de l'indicatif، معناها حقيقة صالحة في الماضي، وصالحة في الحاضر، وصالحة في المستقبل، ما تتغيرش. Quand je dis le tabac tue، معناتها التدخين، التدخين يقتل، التدخين يقتل في الماضي، وفي الحاضر، وفي المستقبل. الحين نستعمل انا الحاضر، معناها انه ماشي معناتها في الماضي ما كانش يقتل والان في الحاضر راهو يقتل، يبقى يقتل حياته كامل، يعني يبقى يقتل في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل. عندنا ايضا نستعملوا لا فيريتي، اون فيريتي جينيرال نستعملوها ايضا، نستعملوها ايضا في لي بروفيرب، في الامثله، ونستعملوها ايضا في تاني في كاش حاجة هكا في معلومة علمية. داكور، اون فيريتي سيانتيفيك، كي تكون عندنا معلومة علمية، كي نقول لكم باغ اكزومبل، كي نقول لكم باغ اكزومبل كيما عطاونا في الكتاب المدرسي، قالوا لنا لا تيغ اي روند، هذه معلومة لي سيانتيفيك. لا تيغ اي روند، استعملت انا لو بريزون دو لانديكاتيف، ماشي معناها انه في الحاضر فقط راهي روند، في الباسي راح ما تكونش روند، وفي الفيوتشر ما تكونش روند. هي حقيقه يعني صالحه في الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، نستعملوا لها لو بريزون دو لانديكاتيف. هذا واش معناتها. يلا نروحوا الان للجمل ديالنا ونشوفوا وين راهي لو بريزون دو فيريتي. يلا البريزون دو فيريتي نلونوه بالاخضر، لونوه بالاخضر. الجمله الاولى، لور بري، لاحظوا في كل مره راكم راح تلقاو لو بريزون دو لانديكاتيف. il brille، je mange، sort، la vérité sort، وهنا dort.
كلها افعال مصرفه في الحاضر، مصرفه او بريزون دو لانديكاتيف. يلا لو لوغ بغي فيريتي جينيرال او با؟ فيريتي جينيرال. نعم فيريتي جينيرال. Je mange tous les jours. Je mange tous les jours. Ce n'est pas une vérité générale parce que je peux ne pas manger. Par exemple, quand on fait le carême, qu'ils sont morts, la vérité sort de la bouche des enfants. C'est un proverbe, c'est une citation. وقلنا باللي نستعملو لو بريزون، نستعملو لا فيريتي جينيرال، نستعملوها في لي بروفيرب اي لي سيتاسيون. لا فيريتي سور دو لا بوش دي زونفون. وعندنا كي دور دين، هذا تاني سي اون سيتاسيون تنقال، معناتها لا سيتاسيون دي معناتها الواحد كيكون عيان بزاف وحاب يرقد يسمح في الماكله، يعني وكأنه اكل. كي دور دين. نروحو à question numéro 11. Alors, Kalouli, mets la terminaison au présent de l'indicatif qui convient à chaque verbe. Les verbes taï, les verbes khasrom des terminaisons, machi mhtoti. Ou Kalouli, hatteli la terminaison. Yalla. Ton frère et toi. Ton frère et toi. On a là 1 زائد 1 et عندي et toi. شوفوا لهنايا les indices toi. كي تشوفوا toi toi زائد شخص معناتها vous. معناتها راهو يخاطب في جماعة. نعم vous la conjugaison تاعها EZ. دايما شوفوا les indices. Ton père et ta mère. هنا واحد زائد واحد ما عنديش توا ما عنديش موا. دونك لهنايا واش نديرو؟ هنا يولي واحد زائد واحد يولي اثنين يولي il. Il au pluriel. Il avec s نديرو e n t تم. انيس راهو شخص واحد فقط معناتها مفرد. انيس ندير il sans s. Anis joue, numéro E. Joue bien au ballon. Mes amis et moi, je fais l'indice, on a toi, on a moi. Qui nous dit et moi, mes amis, Ashras, Zed, moi, t'as nous. Qui nous dit moi, maintenant, on est avec eux, 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 on est préparons. J'en fais partie. Préparons une excursion. Yasmina et maman. Hadi Yasmina féminin, wahed, et mantazaïd, maman féminin, wahed, féminin au féminin, yatoni, elle au pluriel. Elle au pluriel, tatinina, e, n, t. Prépare. Décor la tarte. Nous allons il a l'expression écrite ou la production écrite. Le sujet. Le sujet où est la carie dentaire. Les caries dentaires sont la source des maux des dents. Maintenant, il y a masdar alam al asnan. Rédige un paragraphe de 5 phrases pour expliquer à tes camarades l'importance de se brosser régulièrement les dents. Maintenant, اكتب فقرة من 5 جمل تشرح فيها لزملائك أهمية غسل الأسنان بانتظام. قالوا لي 5 جمل. الجملة الأولى لازم نقول أنه نظافة الفم مهمة، وكأنها اون انتروداكسيون، وكأنها مقدمة. دايما تبداوها هكذايا. إلى طلبوا منكم الأسنان قولوا ليجيان بوكال ايت امبورطونت. إلى قالوا لكم على حول نظافة الجسم قولوا ليجيان كوربورال ايت امبورطونت.
مفهوم. لا أطلب منكم واسمه الملابس، نظافة الملابس، الجملة الأولى تاعكم تكون ليجيان فيستيمونتير اي تامبورتونت، مفهوم. هذه ديجا انا عطيت لكم الجملة الأولى، من بعد نقول ليجيان، ليجيان، ليجيان بوكال. بوكال ça vient du mot bouche, بوكال. زيد لها E خاطش اون هيجين. ليجيان بوكال اي امبورطونت، هذه دائما ديروها الجملة تاعكم الأولى، شغل وكأنها مقدمة. امبورطونت، هنا درنا الجملة الأولى. من بعد بيسك راهم يهضروا لي على سو بروسي لي دون ريغوليارمون، حنا نعرفوا بلي سو بروسي لو دون لي دون سو في ابخي شاك روبا. دونك الجملة الثانية واش نقول؟ نقول ابخي، دايما هكذايا، ابخي شاك روبا، ابخي شاك روبا واش يصرى قبل ما علاش انا نحن نغسل؟ باسكو ما واش قالوا لي، قالوا لي جيكسبليك امي كامارات لامبورتونس، وعلاش نغسل اسناني، واش يصرى في الفم بعد الاكل، تتراكم الجراثيم. واش معناتها؟ معناتها لي ميكروب كول في لي دون، يلصقوا في الاسنان تاعنا. دونك ابخي شاك روبا دي باكتيري، دي باكتيري كول او دون. حتى يعني نحاول نستعملو كلمات بسيطة، كول او دون اي او جونسيف. هذا ا، مش ما تبداوش تقولوا لي كتبتيها بالاو، او جونسيف داكور. هذا واش يصرى بعد الاكل، ومن بعد كي تراكموا في الفم هاد الجراثيم واش يصرى؟ ال بروفوك النتيجه هاد الجرات، هاد لي باكتيري، اون باكتيري خاص نقول ال، هذا سي ان سوبستيتو غراماتيكال، هذا ال عوضت به لي باكتيري. Elle provoque des caries dentaires. Des caries dentaires. On bad. C'est très mauvais pour le corps, c'est très mauvais pour les dents. Il est donc important de se brosser régulièrement les dents. Pour après chaque repas, par exemple, c'est très mauvais. C'est très mauvais pour notre corps. C'est très mauvais pour notre corps. حتى هذوك الجراثيم يقدروا يجوزوا من البلعوم ويدخلوا للجسم تاعنا. دونك il est donc important, très important, كيما حبيتو، important de se brosser les dents وقتاش après chaque repas. فقط ما فيهاش بزاف complications. هنا كمقدمة نقول l'hygiène buccale est importante. Après chaque repas, les bactéries collent aux dents et aux gencives. Elles provoquent des caries dentaires. C'est très mauvais pour notre corps. Il est donc important de se brosser. Adabé, de se brosser les dents après chaque repas. فقط هذا واش فيه، هذا واش فيه النموذج ديالنا، نموذج في المستوى، نموذج رائع. نتمنى الشرح يكون وصل لكم. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.